خلي واحد يصلي ويصوم والتاني يشرب مخدره ينتحر. طب استني، طب استنى دقيقة واحدة، استنى دقيقة. طب ازاي نتكلم يعني؟ انا مش مرتب لسه. لو في مني ايش بتقص يعمل لي يعملوه هعمل ايه؟ ندورها خالص، بيعمل كل حاجة غلط. عموت الناس كلها. اشمعنى؟ عادي. ايه الافتراء ده؟ هو انا مفتري. واحد يرقص واحد يتعب. خلي واحد ملتزم بيصلي وبصوم وكده، وخلي واحد حرام. اصل مش في مني اتنين اصلا. واحده بقى، لو في مني استنى بس يا عمرو عشان نحفظه. استنى عشان هحفظه. لو في منك اتنين تعمل ايه؟ انا مش هستعمل الاتنين، هستعمل واحد. كفايه عليا انت، هروح مستشفى المجانين. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ هخلي كل واحد يعمل ايه؟ الله على حسب يعني الحاجه يعني اللي انا بعملها. ايوه تعمل ايه بقى؟ يعني لو في مني اتنين، بس هو اصلا مش في مني اتنين. احنا بنقول نفترض يعني. نفترض؟ لان ممكن مثلا اي حاجه تحصل في الدنيا عادي. ايوه انت نفسك تعمل ايه ومش قادر تعمله، هتخلي شخص تاني يعمله. اموت الناس كلها. اشمعنى؟ عادي. ايه الافتراء ده؟ هو انا مفتري. اشمعنى تموت الناس كلها يعني؟ هم جايين عليك يعني ولا ايه؟ واحد هيموت الناس كلها وانا هفضل موجود عادي. تعرف تعيش لوحدك؟ ده احسن حاجه على فكره. ازاي بقى؟ اعيش لوحدي خالص. والشخص التاني هخليه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اي حاجه بقى تخطر على بالي. يسرق مثلا. يسرق ايه وانت هتموت الناس كلها؟ عادي، ما هو اللي انا هموتهم هسرقه. ايه الدماغ اللي فيها كلها عنف دي؟ لا بصراحه لو في مني اتنين يعني اساعد الناس واعمل حاجات حلوه كتير على فكره. لو في مني اتنين، لا انا كنت الاول كنت بهزر. لو في مني اتنين يعني انا في حاجات كتير ممكن اعملها، انا اساعد الناس. بساعد الناس الغايبة بالذات يعني احنا في رمضان يعني. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ من اتنين اتنين يعملوا بوزة. اشمعنى البوزة؟ علشان البوزة تعدي النمبر 1. بص يا عم، لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ لو في مني اتنين ابو كبير قال هتبقى خير ان شاء الله، لان انا بحب العمل الخيري. لو في مني اتنين خلي الشخصين يعملوا نفس العمل؟ طبعا يزيد المشكلة. لو في مني اتنين يعملوا نفس العمل. بسم الله، انزل انزل يا حازم، لحظه يا حازم. لو في مني اتنين يعملوا نفس العمل، لو عمل خيري، لو عمل خيري خلي واحد ملتزم بيصلي وبصوم وكده، وخلي واحد حرام يعني. انا حرامي يعني عشان يجيب فلوس ويروق على التاني يعني. لو في مني اتنين يظبطوا على بعض هما الاتنين. هو التاني مش هيقبل عشان هو بتاع ربنا. انتش عرفك يعني، انت عارفه الشخصيه ولا ايه؟ انت قلت في واحد هيبقى ايه بتاع ربنا ملتزم. بتقول لو في اتنين، لو في منك منك انت اتنين. ماشي، بقول لك واحد ملتزم وواحد ايه حرام. قلت الحرام هيخلي يصرف على الطاقه. ليه يعني؟ ماشي، ما هو مش هيعرف يعني، التاني دي في طريق ودي في طريق يعني، هو مش هياخد باله لا يعني. لو في ايه منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ ينتحر. ليه كده؟ الدنيا مش كويسه، الحياه بقت صعبه اليومين دول. طب والشخص التاني؟ الشخص التاني لو هو مني يعني، ولا لو هو مني يعني اتمنى له التوفيق، اتمنى له خير. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ هخلي التاني ينتحر بصراحه. انا كده طيب، اصل مش في مني اتنين اصلا. احنا بنفترض افتراض. ما انا بقول لك هخلي التاني ينتحر. والاولاني؟ والاولاني يعيش بقى، ربنا يستر معاه. انتحر ليه يا عم؟ طيب لا، لو في مني اتنين كفايه نسخه، ما اصل مش في حد مستحملني. انت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، هو كده. مش في حد مستحملك ليه؟ لازم يكون في حد مستحملك اكيد. لا، هي الناس اللي بتحبني من قلبها من جوه ممكن تستحملني يعني، لكن الناس التانيه مش عارف يزروا. شكلك راجل مفتري. انا لا والله العظيم. الناس مش مستحملك ليه؟ والله طيبتي هي اللي مخليه الناس ايه طمعانه فيا. اخلي واحد يصلي ويصوم والتاني يشرب مخدرات، هعمل ايه؟ انا مخدرات يعني عشان يكفر. اهم حاجه ايه اللي انت بتعمله ده؟ بخور، بخور بتاع الحاج بيسو. خد معايا جاي واحد بيشرب مخدرات. غير المخدرات، احنا مش عايزين حاجه سلبيه. كل سنه طيبين يا رجاله، كل سنه طيبين. الشخص التاكي اللي هو قال كل سنه طيب ده صاحبي، ده محترم. وانت بقى الشخص التاني هتتكلم ازاي؟ لا مش هتكلم، هتخاني بس، هضرب بس. هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ يعمل لي يعملوه هعمل ايه؟ ايوه تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ فكر كده تعمل ايه؟ هاي
انا مش عارف اعمل ايه. فكر انا معاك للصبح اهو. افكر يعني اقول ايه يعني؟ انا مش عارف افكر. لو انت في منك اتنين شخصين هتعمل ايه؟ كل واحد واحد ينام واحد مش عارف يعمل ايه، ليه يعملوا بقى؟ لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ لو في مني اتنين هخلي كل واحد يعمل ايه؟ مش فاهم برضه. لو في منك شخصين هتخلي كل واحد كل شخص يعمل ايه؟ عادي كل واحد يعمل اللي يرضي ربنا بس. زي يعني طموح وكده يعني حضرتك؟ عادي يعني تصبر ربنا هيناولك كل شيء خير ان شاء الله. الشخص التاني؟ الشخص التاني نفس الكلام برضه. تمام. مش اي حاجه تانية عايز تعملها مميزه يعني قصدك؟ لا مفيش اي حاجه تانية. ولا في اي حاجه في دماغك نفسك تعملها خالص؟ طبعا يعني الواحد عايز يبقى مثلا كل حاجه في الخير دايما، الصبر كل حاجه. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ يعني مثلا انا راجل تقي الحمد لله، خلي واحد بقى ايه يعني ندورها خالص، بيعمل كل حاجه غلط. اشمعنى؟ عادي يعني الواحد الحياة الغلط ديت برضه الواحد نفسه فيها، بس الواحد بيتجه لها شوية. انت مش قادر تعمل. الحمد لله، فهخلي بقى التاني هو اللي يعملها بروح. ليه مش قادر تعملها بقى؟ حرام عيب برضو عادي. طول ما الحرام والعيب في دماغك ليه هتخلي الشخص التاني يعمل الحرام والعيب؟ بروحته مع نفسه بقى. انا الراجل اللي بروحتي متدين وهو التاني بقى بروحه، هخليه يدخل جهنم. انت مستوعب انت بتقول ايه؟ لا مش فاهم حاجة أصلا. أنت نفسك تعمل إيه؟ نفسي في حاجات كتير، نفسي أتجوز، نفسي أنجح في السنة والسنة دي بالذات، نفسي أنجح الأول وبعد كده أفكر في الجواز؟ نفسي أتجوز قبل ما أنجح والله. أنا يعني مش عادي برضو حاسسها لازم تيجي بدري كده، حاسس إنها لو اتأخرت الدنيا هتبوظ. بص يا حاج، لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل إيه؟ لو في مننا اتنين انا وواحد يعني خليه يبقى في زمن غير الزمن اللي انا فيه. ازاي بقى تعملها ازاي؟ يبقى في زمن تاني. هنعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ مش هعمل حاجه. التفكير اللي انت ممكن تعمله؟ والله يعني نفس الزمن يرجع لورا تاني كده، كالاوضاع اللي الانسان بيعيشها والوضع بيعيشها يمكن يقدر يغير حاجات تاني. لو الزمن رجع بواحد تاني بينا تاني يمكن نقدر نغير حاجة. نفسك تحقق ايه يا حاج؟ نفسي احقق كل حاجة. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ واحد يرقص واحد يتعب. اشمعنى بقى؟ كده. كده ليه يعني؟ كده خلاص محلد هيطير. انت بتعرف ترقص وتطبل يعني؟ طب ما توريني. لا شيف بعرف اطبل بس. ماشي وجيب لنا اي حاجة وطبل عليها. مش معنى شيف جيب له صينيه واي حاجه. لا عادي يا عم، في معادي مش دلوقتي. معادي مش دلوقتي. امال معادك امتى؟ شويه كده. انت شغال ايه؟ انا شغال في مصنع حلويات. فاكرك شغال طباخ؟ شغال في مصنع حلويات. طبل على ايه بقى؟ بطبل على الكنافه. ازاي بتطبل على الكنافه؟ بطبل وخلاص. حط عليها صينيه. بطبل وخلاص. بتعمل اي حاجه تانية غير انك تطبل وترقص؟ لا طبل ارقص ايه ده، انا بحزر بقولك انا شغال في مصنع حلويات. انت كنت بتقول دلوقتي عايز تطبل وترقص. لا انا بحزر، هو بقول طبل وارقص، انا بقول شغال في مصنع حلويات. نفسك تعمل ايه يعني؟ نفسي ابوه. نفسك تعمل ايه؟ نفسي اعمل ايه؟ نفسي اعمل حاجه. الأولى يعني هي تشوف مستقبلها وما تعملش الغلط وتمشي في الطريق الصح، والتانية يعني هو نفس الحكاية يعني مش عارفة فهمالك ازاي. فهميها لي أنا معاكي. بص الأولى يعني تشوف مستقبلها وتذاكر وتمشي في الطريق الصح وما تزعلش منها حد، والتانية برضو تعمل نفس الحكاية بس يعني تعمل الأكتر يعني، ده لو شايف حاجة غلط يعني دي تنصح التانية وكده. فهمتيني؟ لو في مني اتنين اخلي نفسي ازاي؟ خلي كل واحد يعمل ايه؟ لو في مني اتنين يعني اول حاجه تكون علاقتك بربك كويسه، تشتغل على نفسك كويس، تاخد كورسات في الحاجه اللي بتحبها، تشارك في اي مبادره تطوعيه عشان تكتسب خبرات وتكون علاقات وصداقات جديده مع شخصيات من جميع انحاء المحافظه.
بص يا حاج، لو في منك اتنين شخصين يعني، كل واحد هيعمل ايه؟ هيعمل يرضي الله. ازاي؟ يعني تاجي ربنا، يخاف على الناس، يشوف مصالح الناس، ان كان يقدر يعمل اي حاجة لحد لله هيعمل. الشخص التاني هتخليه يعمل ايه؟ يعمل نفس النظام، خليه يعمل اي حاجة تانية؟ لا، يرضي ربنا، يعمل يرضي الله. لو في منك اتنين هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ مثلا يعني مثلا انا واحده صاحبتي. لو انت في منك نسختين هتخلي كل واحده فيك تعمل ايه؟ يعمل اللي يرضي ربنا، يعني مش حاجه وحشه ولا كده. زي ايه بقى؟ مثلا تمشي، يعني مثلا واحده تكون ماشيه ما تعملش حاجه تخالف ربنا، تبقى ماشيه يعني زي ما ربنا قال. الشخص التاني اللي زيك هتعمل ايه؟ نفس النظام، يعني مش هتعمل حاجه تانية. انت نفسك ايه تعملي؟ يعني انا نفسي دلوقتي، يعني انا نفسي اطلع دكتور. عايز اشتغل، والتاني هكون انا متابع الدنيا معاه. ازاي بقى؟ ازاي يعني؟ الواحد يشتغل هو ايه، لو في مني اتنين اولا مش هيكون الدنيا مش فيها خير. الدنيا مش خير؟ اه. انت بتعمل لي مصايب ولا ايه؟ لا مصايب ايه؟ اطلع يا عم. لا يا عم مصايب ايه؟ لا بتعمل ايه؟ ابقى صوم اهو. ايه؟ ولا هنعمل اي حاجة، هيكون فيها مننا اتنين ازاي؟ طب نفترض افتراض. والله انا ما عارف الافتراض ده. معلم بيس، معلم بيس هو اللي في منه اتنين، ما فيش منه اتنين، هيكون في منه اتنين ازاي؟ اخلي واحد ينام واحد يشتغل. أنا نام وهو يشتغل، عشان أنا تعبت والله. مش مشكلة، الاثنين يناموا عادي. طب ومين هيشتغل؟ مين هيصرف على مين؟ أنت. ما هو متبنيني ده. أه والله، أه. أنا مش ليا ولا أب ولا أم، ده متبنيني، مشغلني معاه والله. يعني أنت مش هتشتغل يعني؟ الاثنين مش هتخليهم يشتغلوا؟ لا، واحد بس يشتغل. الثاني ينام. الثاني ينام. عشان ما يتعبش. الله، أشغل الاثنين. مش حق. اه طب ازاي اشغل الاثنين؟ امال مين اللي هينام؟ الناس تتكلم عليك كده. اه الناس تتكلم عليك لو الاثنين اشتغلوا هيحسدوني. اه يقول لك شوف مش عايز ينام. انا هجيب واحد صيني، واحد آلي صيني يشتغل وانا انام. بس البلد بقى كلها صيني، اي حاجه صيني في البلد. خلي كل واحد يمشي بالعكس. ازاي بقى؟ انا مفيش مني اتنين، يعني لو في مني اتنين يعني مش عارف. عارف ايه؟ ايه في الاثنين؟ مش في مني اثنين. ما انا عارف انه مفيهوش منك اثنين، احنا بنفترض افتراض، لو في منك اثنين بقى هتخلي كل واحد يعمل ايه؟ كل واحد يعمل حاجة لنفسه. ايه؟ كل واحد يعمل كل حاجة لنفسه. ايوه زي ايه؟ زي كل حاجة. زي ايه برضه كل حاجة؟ معرفش. اديني حاجة من الحاجات دي. اللي يرضي ربنا. زي ايه بقى؟ يعني راضي ناس عيانة عمال عملية كده. يعني انت هتعمل كل ده لوحدك؟ ها؟ لا انا واحد. انت واحد؟ مين الواحد ده؟ واحد لو في من اللي انا زي، يعني الشخص اللي زيك يعني. اه خليه راضي الناس وكده.